بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاستكمالا لمحاضرات الفير سبيرمنت مولر اللي بدأناها بقالنا فترة، وآخر حاجة كنا اتكلمنا عليها الـ MIH، النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن الرويال كوليدج جايد لاينز فور اكستراكشن أوف بور بروجنوزز فير سبيرمنت مولرز. فنبدأ الموضوع كده بالترتيب من الأول. أول حاجة البريفنشن، لو أنا دكتور جي بي أو بيدو وجالي الطفل في عمر 4 أو 5 سنين، لو شفت عنده مثلا بور أورال هايجين وعنده ساينز أوف MIH في الـ E، فكده عندي probability إن السكس هيحصل فيه مشاكل. فمن الاول نعود البيشنت على جود اورال هايجين، ولو في ساينز اوف ام اي اتش هقول له اول ما يبقى الولد عنده 6 سنين هيجي لك تشوف هل في بوست ايرابتي بريك داون، محتاج ان انا استخدم ريزي موديفايد جلاس انيمر او حتى ستانلس ستيل كراون، بحيث ما يوصلش معايا لمرحله متاخره من بدري، خاصه ان السكس بيطلع في سن بدري جدا، فكتير من الاطفال ما بيعرفوش ينضفوه كويس، لدرجه ان تلت الاطفال في UK عند 15 سنه عندهم مشاكل على الاقل في واحد من فيرست بيرمنت مولرز. طيب البيشنت دلوقتي وصل ان هو بقى عنده بور بروجنوز 6، سواء كيريز او ام اي اتش او اي سبب كان، جاي لي دلوقتي عنده بور بروجنوز 6. فالايديال سيناريو ان البيشنت يبقى عنده من 8 ل 10 سنين لما ناخد بانوراميك اكس راي، ونعتمد اكتر على البانوراما لان خلي بالك بيبقى مختلف الديفلوبمنتال ايج عن الكرونولوجيكال ايج، فانا اشوف مراحل الديفلوبمنت بتاعت التيث عشان اتاكد من الايديال تايم، بنشوف هل في ديفلوبنج 8 ولا لا، بحيث لو اضطرينا نخلع ال 6 ال 7 ياخد مكانه ويبقى عندي فيه كمان 8، يبقى فيه 2 مولرز موجودين في البكال سيجما. وبنشوف كمان البايفوركيشن بتاعت ال 7، هل هي في الايرلي مينراليزيشن ولا الروت خلاص بدا يتكون ولا اصلا لسه هي ما ظهرتش. وهي النقطه دي عليها ديبيت، وهي مش اهم نقطه فيهم، لكن بتديني انديكيتور اللي موجوده هتلاقيها دلوقتي في الايديال تايم فور اكستراكشن. اخر حاجه بنشوف اللونج اكسس بتاع ال 7 مع اللونج اكسس بتاع ال 6. لو اللونج اكسس بتاع ال 7 ميزل تبل شويه في حدود 15 ل 30 درجه على ال 6 وفي اوفرلاب شويه، معناها ان ده جود انديكيتور ان هو هياخد مكان السكس كويس جدا. طبعا البريدكتورز دي بتبقى متعلقه اكتر باللور مولر مش الابر، غالبا بيكون بسبب نقطتين، ان الدنسيتي بتاعت البون في الابر بتبقى اقل، فالايبكس بتاعت ال7 بتبقى اقرب لل6، والكراون بيبقى ديستال، فبيحصل له بس ايه ميزيال تيبل وبياخد مكان السكس بسرعه، اما اللور فهو اللي بيبقى كريتيكال في التايمنج بتاعه. طيب عندي الفاكتورز دي كلها تمام دلوقتي، هل انا بخلع على طول عشان ال7 ياخد مكان ال6 ولا بشوف فاكتور ثانيه؟ بشوف برضه هل البيشنت عنده هايبودونشيا ولا لا، بتاكد ان في الفايفز موجودين، اللاترالز موجودين، هل في احتمال لامباكشن لاي توست ثانيه ولا لا، بشوف الكيس هل فيها كراودنج ولا لا. واهم فاكتور عندي هو السكيليتال بيز بتاعه البيشنت، لو البيشنت كلاس 1 وبقيه الفاكتورز كلها تمام يبقى انا بخلع في الايه في الايديال تايمينج. لو البيشنت جاي لي بدري شويه ممكن استنى الايديال تايمينج اعمل تمبرايزيشن لل6 بحيث اوصل للايديال تايمينج، بعد كده اخلع الايه 6 وال7 ياخد مكانه كويس جدا. طب نشوف الاستثناءات دلوقتي، لو البيشنت جاي لي بدري وعنده 6 سيمتوماتيك هو مش قادر يستحمل، فانت بتشرح للبيرنت مشاكل الايرلي اكستراكشن ان ال5 هيخرج من الجايدنس بتاع الاي وهيروح ديستال شويه مكان ال6 ويبقى روتيتد وديستال تيبل، وال7 كذلك، فهيحتاج البيشنت اورسو بعد كده. تمام، لو البيشنت جالي متاخر عن كده وال7 بدا يطلع يبقى ال7 هيحصل له تيبل ميزيالي ولينجوال رولينج. لو البيشنت هيدخل لاي اجراء جي اي يبقى انا الايديال تايمنج هنا عندي مش مهم، لكن بفهم البيرنت المشاكل اللي ممكن تحصل بعد كده ان هو هيحتاج بعد كده اورسو. طيب هل بنعمل بالانسنج ولا لا؟ يعني لو احنا عندنا مشكله في الرايت هنخلع كمان الليفت؟ في ريسنت جايد لاينز بيقول لك تتعامل مع كل فير سبيرمنت مولر لوحده، فلو الناحيه الثانيه ساوند سيبه زي ما هو. طب الكومبنسيشن اللي هو انت مثلا هتخلع في الابر هتخلع في اللور؟ ده طبعا نوت ريكومندد. طب لو هخلع اللور بيبقى عندي في احتماليه ان الابر يحصل له اوفر ايربشن شويه ممكن يمنع معاها ان اللور 7 ياخد مكان ال6 كويس، لكن برضه الريسنج جايد لاينز بتقول لك ان الاوفر ايربشن ده تقريبا بيبقى في حدود 1 مللي وبياخد وقت طويل على ده ما يحصل. لو انا شاكك ان البيشنت هيقعد فتره طويله على ما يطلع ال7 يبقى انا ممكن اعمل له ريموفال ابلاينس يحافظ على الابر ان هو ما يحصلوش اوفر ايربشن لحد ما ال7 يطلع، وطبعا بحتاج متابعات عشان اعمل ريليف في ريموفال ابلاينس ده. طيب دلوقتي نيجي لاهم نقطه في الموضوع ده كله، ان البيشنت يجي ما هواش كلاس 1، فانا لازم يبقى عندي معرفه الاول ازاي اعمل دايجنوز للكلاس 2 والكلاس 3 عشان اعرف هتصرف ازاي بعد كده. لو انا مش عارف يبقى احاول البيشنت اقرب مركز تخصصي هو يتعامل مع الحالات اللي زي كده. فلو انا عندي بيشنت كلاس 2 يبقى انا عندي الديماند اكتر في الايه في الابر ارش، يبقى انا لو عندي مشكله في الابر وهخلعه لل6 وال7 هياخد مكانه، بعد كده البيشنت هيحتاج ان انا اقلل الاوفر جيت. تمام، فيحتاج نخلع له بري مولر تاني بعد كده، هل انت عندك استعداد تخلع بعد كده بري مولر لما الولد يكبر؟ ولازم تتاكد طبعا وقتها ان عنده 8، مش هتبقى تخلع له ال6 وال8 مش موجود وهتخلع له بري مولر، فخلي بالك من النقطه دي. ولو مش عايز تخلع بعد كده ممكن تستخدم مين سكروز، بس يبقى انت كده هتبقى وصلت البيشنت الاصعب تريتمنت بلان، ماشي؟ فلازم تناقش البيرنت في النقطه دي كويس جدا. اما اللور ارش هيبقى عندي هخلع في الايديال تايمنج الا لو في مودريت تو سيفير كراودنج في اللور عشان ما يبقاش عندي ديماند برضه ان انا هخلع في اللور تاني. تمام، وفي اوبشن برضه ان انت تبدا له اورثوبيديك او فانكشنال ابلاينس مع الاكستراكشن بحيث تحسن الكلاس 2 سكيليتال بحيث تقلل الديماند بعد كده للاكستراكشن.
اما لو البيشنت كلاس 3 فما فيش بالانس، ما فيش كومبنسيشن، ما فيش ايديال تايمينج. حالات كلاس 3 بنحاول نتمبرايز على قد ما نقدر ونخلي المرض يقعدوا اطول فتره ممكنه، لان الحالات دي بتبقى كومبليكيتد وانبريدكتبل، مش هيبقى متوقع ايه اللي هيحصل بعد كده. هل المانديبل هيجرو كتير جدا؟ هل هيحتاج اكستراكشن في الابر في اللور؟ فمش هيبقى باين ايه اللي مطلوب بالظبط الا لما الولد يكبر. فبنحاول نعمل تمبرايزيشن على قد ما نقدر. لو ما فيش حل الا الاكستراكشن يبقى هنعرف البيرنت المشاكل اللي ممكن تحصل بعد كده. واتمنى نكون استفدنا من الفيديو النهارده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.